مجددا مع يعني في المطبخ. طبعا هذا المطبخ وبالذات هذه الرخامة ستكشف حقيقة الفضاء العملاق أو المركبة الفضائية العملاقة جيمس ويب، التي لست أنا كشفت هذه الخدعة والكذبة المتورطة بها ناسا، بل الأمريكيون جميعا وبالتحديد المليونير إيلون ماسك، الذي هو أيضا يملك شركة فضاء منافسة لناسا. رغم اتفاقهما بأشياء كثيرة، إلا أن التنافس جعل إيلون ماسك المليونير يكشف خدعة ما ناسا بأنها صورت الكون والفضاء. فانظروا ما هي هذه الخدعة. لننظر هذه الرخامة، نلاحظ هذه أيضا. إذا هم التقطوا صورة هذه الرخامة ثم أدخلوها على الحاسوب وجعلوا بعض التعديلات وأعطوا اللمعان لهذه البؤر الصغيرة، وجعلوا لها بريقا ولمعانا لتبدو كوكب وفضاء وكواكب تسبح في الفضاء. هذه حقيقة مضحكة. لكن أيضا هذا العملاق، المركبة الفضائية جيمس ويب العملاقة، هذه المركبة التي تملك درعا واقية من الشمس، حقيقة هي ليست وليدة اليوم، بل هي هذا مشروع من 1996 وقبل ذلك، يعني 95. لكن محاولات إطلاقه كلها باءت بالفشل، يعني تأخر إطلاقه بسبب فشل 4 أو 5 مرات في محاولات إطلاقه، أي أنه لم يطلق، إما بأنه تحطم الدرع أو بالقاعدة قد تحطمت. إذا هم تحدثوا عن هذا بأنفسهم، لكن أيضا من كشف أن هذه الصواريخ أصلا لم تطير ولم تصل الفلك هو الرئيس المنافس لدونالد ترامب، وهو يعني منافسه ترامب، الذي قال حيث هاجم ترامب بايدن وقال له اذهب وأنت وصواريخك التي لا تطير. الشيء مضحك أنه عندما أو خرج على الجمهور الأمريكي بقوله هنا لقطات مباشرة من العملاق جيمس ويب الفضائي وكذا المركبة الفضائية، وجاءوا بهذه الصور. بعد ساعات قليلة خرج إيلون ماسك ليقول لهم انظروا هذه الرخامة، وانظروا هنا صورتها على الكمبيوتر، وهذه هي لعبة وخدعة أو خدعة ناسا. فيخرج أيضا الرئيس ليعتذر من الناس ويقول لا للجمهور الأمريكي أنه استخف بعقول ما قلت، لا هي بعض التعديلات، نعم هي صورة التقطت شيئا من الفضاء لكن قمنا بتعديلات عليها بالكمبيوتر. مضحك أن هذه الرخامة أصبحت لناسا خدعة ويتلاعبون بها العقول. هل السيناريو القادم لناسا هو الفضائيون وخدعة الغزو الفضائي؟